مركز العربية الدولي أرومر يقدم لغة النبي. الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم. معاني المفردات: بباب أحدكم أمام بيته، درن وسخ، يمحو يمسح أو يزيل. شرح الحديث: يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن فضل الصلاة عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فالصلاة سبب لمغفرة الذنوب والمعاصي التي يفعلها الإنسان في يومه وليلته. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يقرب لنا به هذا الأمر، فقال للصحابة: تخيلوا أن أمام بيوتكم نهرا تغسلون فيه أجسامكم كل يوم 5 مرات، فهل سيبقى أي شيء على أجسامكم بعد الاغتسال 5 مرات؟ وبالطبع كان الجواب: لا، لن يبقى أي شيء، وسوف تبقى الأجسام نظيفة دائما. فقال لهم: كذلك الصلاة أيضا، فالمسلم يتوضأ 5 مرات في اليوم، ويصلي 5 صلوات، يطهر بها نفسه من كل ذنب ومعصية فعلها، والله أعلم.